السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بنصور عندي الفراخ. دي دورة الفراخ يا جماعة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين وصلت للحجم اللي انتم شايفينه دول. يمكن بقالي كام يوم ما صورتش، يمكن بقالي كتير ما صورتش عشان طبعا كانت دخلة عيد. كل سنة وانتم طيبين، وكانت بقى يعني كنت مشغولة وكده، وكنت يعني كان كل فين وفين على ما بصور. فبتهيألي ان بقالي يعني فترة كبيرة ما صورتلكوش الفراخ ديت. فبسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الأحجام بتاعتها بقت عاملة ازاي. والناس اللي هي بتقول عايزة أعرف الديك من البربرة، خلي بالكم ما شاء الله كلته دلوقتي بان الديك من البربرة. وفي ناس بتشتري في العمر ده، وزي ما انتم سامعين الديوك اللي بتدن ديت، عاد طبعا بتدن هي والصيد بتاعها بتبقى عادي. يعني بسم الله ما شاء الله بقت الفراخ اللي كنا يعني جايبينها كتاكيت عمر يوم، ما شاء الله بقت يعتبر ملت المكان كله. يعني لو انت بقى عايزه تجيبهم يوم وتبيعهم في العمر ده بسم الله ما شاء الله هيتباعوا معاكي بسعر كويس جدا. يعني يعتبر من الاخر كده المشروع دوت مشروع مربح 100%. لو انتوا اي واحده بقى عايزه تجيبه وتربيه وتبيعه في العمر ده، لان ان شاء الله يعني هبيع كميه كبيره، لان ما ينفعش ان انا اربي الكميه دي كلها في المكان الصغير ده. يعني لان لو انتوا لاحظتوا كده الكاميرا هتيجي معاكم كده، المكان ما شاء الله يعني شايفين ما شاء الله اللي يعتبر الفراخ، بس عشان في فراخ خرجت بره، الفراخ يعتبر ملت الاوضه. فما بالكم بقى كمان اسبوع هتعمل ايه؟ ما ينفعش، النفس هيبقى بقى حامي والنفس هيكتم الاوضه كلها. فاحنا لازم نخف الدفعه دي، يا اما نبيع نصها يا اما نوسع لها المكان. تمام؟ فانا عايزاكم برضو يا جماعه كده تعرفوني يعني اكيد في ناس كتير عندها خبره وعندها يعني عارف الجوز في العمر دوت او الفراخ في العمر دوت يعني بتتباع ازاي، او السعر بتاعها بيكون ازاي. يعني عايزاكم تكتبوا لي كده في الكومنتات بتتباع احسن بالفرخ كده ولا بتتباع بالكيلو، انه احسن. وتقولوا لي برضو على السعر بتاعها، لان فعلا يعني لغايه دلوقتي بجد والله بامانه انا ما اعرفش، يعني ما عنديش خلفيه السعر بتاعهم قد ايه، لان في ناس يعني قايله وعايزه تشتري منهم، بس انا بصراحه ما اعرفش حاجه عن السعر. فانتوا لو انتوا عارفين وعندكم خبره قولوا لي الجوز من ده بيتباع بقد ايه، او الكيلو من دوت بكام. عايزاكم برضو تقولوا لي يعني انه احسن، ابيع بالكيلو ولا ابيع بالجوز وهما في العمر ده. عايزاكم برضو يعني ايه لو انتوا عندكم خلفيه وعندكم فكره عن الموضوع دوت تكتبوا لي وتعرفوني، لان زي ما قلت لكم انا بصراحه ما عنديش خلفيه السعر دلوقتي في العمر دوت بكام، علشان برضو يعني ايه ما حدش يتظلم. تمام؟ فتعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا شفتوا معايا دوره الفراخ بتاعتي اهي ما شاء الله وصلت للعمر اللي انتوا شايفينه دوت من غير ما تتعب، من غير ما يموت منها ولا فرخ. زي ما انتوا شايفين على طول دايما بنضف لهم، بنشيل يعني المكان تحتهم دايما بيبقى ناشف. زي ما انتوا شايفين انا منظفه تحتهم اهوت، بس عشان الناس ممكن تفتكرك من اللون غامق ولا حاجه. لا ده يا جماعه ده بتبقى كده ايه، يعني بتبقى هي بتبقى زي النشاره كده، بس هي بتبقى يعني بتيجي كده من غير هي بتبقى زي النشاره. الطبقه دي بتبقى حلوه، بتبقى احسن من النشاره كمان، يعني بتقعد تحتهم كده فتره من غير ما يسيبها اي حاجه. تمام؟ فانا دلوقتي برده ان شاء الله هعمل لهم وصفه في الميه، وهعمل لهم برده ايه خلطه كويسه جدا على الاكل. يمكن الخلطات والوصفات ديت ده اللي مخليها الفراخ تمشي معايا لغايه دلوقتي ماشيه كويسه كده وسليمه، وما شاء الله بتيجي يومها بيومين. على العموم برده ان شاء الله انا ناويه يعني هحط شويه منهم برابر كويسين كده علشان البيض، لان نوعيه الفراخ دي ما شاء الله كويسه وعجباني، يعني من النوع اللي هو المشعر اللي هو بيجهل معايا بسرعه، مش الفراخ اللي هي بتبقى مقرمده ديت، لا نوعيتها كويسه. هبيع برضو منها ديوك وهبيع منها برابر، بس يعني ان شاء الله هخلي معظم البرابر هخليها عندي علشان البيض. فتعالوا كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل لهم الخلطه النهارده على الاكل علشان نحط لهم ياكلوا. شو بقى انا جايب لهم ايه، احط لهم النهارده ان شاء الله على الميه، جايب لهم ليمون. الليمون ده يا جماعه ده مضاد حيوي حلو قوي، يعتبر فاتح شهيه، يعني يعتبر مضاد حيوي وفاتح شهيه بالذات كمان في الصيف، يعني دايما على طول في الصيف ما نحطش الميه كده من غير اي مكون. ده انا احط لهم الميه الاول علشان يشربوا. لو عندك نقطه عسل ولا حاجه ممكن تحطيها، ده هتبقى حلوه قوي. ده يا جماعه بالذات بقى في الحر على طول، دايما على طول حط لهم في الحر، علشان طبعا حارة الجو الفراخ بتبقى جتتها سخنة او جسمها بيبقى سخن، عشان الاحتباس الحراري بتاعهم ده بيقلل من الاحتباس الحراري. وكنت عملت لكم
يعني كام وصفه قبل كده، وان شاء الله برضو باذن الله هقول لكم على مكون حلو قوي ده بي يعني بيقلل من الاحتباس الحراري. ده كده اهوت، انا هعمل بقى بقيه الليمون عشان بس ما اطولش عليكم. كده يا جماعه حطينا الميه بالليمون زي ما انتم شايفين اهوت، ما شاء الله يشربوا بقى منها ميه بالليمون كويسه جدا. لو انتم عايزين بقى في فراخ برده خرجت بره اهيت، ده مش مشكله بقى، نبقى نجيبها بعد ما نعرف ونخلص. وتعالوا بقى كده نشوف احنا حاطين النهارده ايه لهم في العلب. شايفين فراخ المرقبان ديت، ده بسم الله ما شاء الله، دايما انا بحب الفراخ المرقبان اللي زي دي كده بتبقى حلوه قوي. تعالوا بقى نشوف كده العلب بتاعهم. طبعا العلب بتاعهم يا جماعه ده علف نامي، ده بقى علف نامي اهوت. قعدنا بنعلف علف نامي علشان الناس اللي هي بتسالني بتقول لي مش هيماء هنعلف علف نامي امتى؟ ده يا جماعه احنا بدانا بيه لان هم خلاص عدوا الشهر، ومتى ما عدوا الشهر بجيب لهم بقى باكلهم علف نامي، بس مش نامي اللي هو الخشن، لا اللي هو المفتت اهو، اللي هو بيبقى مفتت لانه بيبقى ناعم على خشن علشان يعرفوا ياكلوه. انما انت لو انت جبت لهم خشن وحطيته لهم ياكلوه مش هيعرفوا ياكلوه، هيصوم عن الاكل. ده نامي تركيز 21%، تمام؟ ده ان شاء الله. وبعد شويه برده هقول لكم احنا هنحط ايه، يعني بعد ما نسيبهم كده كمان اسبوع ولا 10 ايام هنبدا ان احنا نحط بقى ندخل دش وندخل عيش، بس ان شاء الله قبل ما ادخل انا هقول لكم. تعالوا بقى كده نشوف الوصفه اللي احنا هنحطها النهارده مع بعض. ده يا جماعه ده كركم، ده كركم وزنجبيل وقرفه اللي انا جايبانهم النهارده، ثلاث حاجات. الكركم طبعا ده غنى عن التعريف، انا قلت لكم قبل كده الكركم ده يعتبر صيدليه كامله لوحده، فعلى طول احنا بنحط منه كل الحاجات اللي انا جايباها دي كويسه جدا ان احنا نحطها لهم ونعملها لهم بالذات في الصيف. عشر ايام باذن الله بس او اسبوع هنبدا ان احنا ايه ندخل الدش، يعني دش مش هندخل بقى يعني دش يعني نكتر، لا هندخل نسبه بسيطه جدا. ده كده حطينا لهم الاكل اهوت، دلوقتي بعد ما حطينا الخلطه كل الفراخ بقى ما شاء الله هتتلم وتاكل. يبقى انا حطيت لهم على الاكل حطيت لهم ليمون، ولو انت عندك معلقه عسل كده حلوه ولا حاجه عسل اسمر حطها لهم، ده هتفرق معاهم جامد. لو انتوا بقى شايفين بسم الله ما شاء الله ملاحظين شايفين حجم البرابر بتاعتي عامله ازاي؟ ما شاء الله اوزانها تقيله واحجامها كويسه جدا. ده يا جماعه بقى علشان الخلطات اللي احنا بنحطها، وكمان في حاجه نوعيه الفرخ ذات نفسه كويس جدا، علشان كده بقول لكم انا دايما بفضل الفرخ المشعر، انما الفرخ البلدي يعني لو انا كنت جبته وهو في العمر ده كان هيبقى نص فرخه قد دولار كده. يعني خلي بالكم برده الفراخ ديت، الفراخ دي يا جماعه واخده جميع التحصينات، يعني حتى يعني ما شاء الله اللي هياخدها ده هتبقى كويسه جدا عندي. فانا عايزاكم تكتبوا لي بقى في الكومنتات تقولوا لي إيه، يعني تقولوا لي فيها اباع ازاي او السعر ايه او الحجم دوت مثلا يعني بيتباع بالكيلو او بالجوز، الحاجات دي كلها تعرفوني، يعني الناس اللي هتدخل فيها تعرف. تمام، اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش بقى تضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.